في أمراض عديدة بتصيب الدماغ أو غير مناطق من الجسم بنقدر يعني بتبين أو بنقدر نشخصها من وراء فحص عيون. شو العلاقة بين الدماغ والعيون؟ ضيفتي السيدة الدكتورة أما صداقة طبيبة عيون، صباح الخير. نحكي عن هالأمراض يلي في علاقة متواجدة علما أنه والدماغ بشكل خاص، علما أنه صرنا نعرف أنه أكيد العيون يلي هن كتير قراب للدماغ موصولين بشكل مباشر للدماغ، بتصور الطريقة المكان الخلفي وكل شيء بروسيسنج أصلا رح يصير بالدماغ. صح، العين في شغلة كتير ناس بينسوا يفكروا فيها، هي أنه العين هي شقفة من الدماغ. كل الأمراض اللي بتأثر على الدماغ فيها تأثر على العين، لأنه مثل ما أنت قلت العين هي موصولة بمثل كيبل يلي هو اللي بنسميه الأوبتيك نيرف أو العصب تبع العين، بتوصل للعين بالدماغ. بس أنت قلت إنه هو جزء من الدماغ، أنا أول مرة بسمع هالمعلومة. صح، كل النيرفز اللي موجودين بقلب الشبكة الرتنا هي بيروحوا كلهم نشقفة من الدماغ، بيتصرفوا ذات الشيء مثل الدماغ، والأمراض اللي بتصيب الدماغ بتصيب عصب العين بنفس الطريقة. هي الشقفة الوحيدة من الدماغ يلي بنشوفه لبرا، مشان هيك كثير بيساعدنا بتشخيص ومتابعة كثير من أمراض الدماغ. شو هن هالأمراض يلي بتبين من وراء يعني فحص عيون؟ إذا بس فينا نشوف الصورة تشوي شو كان اللينك بين الاثنين تنكون نقدر عم نحكي عنه أحسن. سو واحدة من الأشياء اللي كنا عم نقولها هي أنه مثل ما شايفين الأصفر هو بيمثل الأعصاب، بتروح من العين وبتقطع تقريبا بكل الدماغ تتوصل على السنتر تبع النظر. سو الأساس تبع النظر هو موجود بالدماغ من وراء. نعم، مثل ما شايفين بالصوره حيلا محل بده يصير شيء بالدماغ، ان كان جلطات، ان كان مالتيبل سكليروسس، ان كان حيلا شيء من الامراض فيها تاثر على هال الباثوي اللي موجود. مالتيبل سكليروسس من الامراض الواحد لازم يعني ينتبه لها. ليش بنشوفها بفحص العين؟ لانه هي يعني اصلا هي بتضرب الاعصاب، وعصب العين حساس، يعني لما يبلش نشوف حدا مغبش او الى اخره، مشان هيك بيصير في فحص عين. شو العلاقه مع هوليك الأمراض؟ المالتيبل سكليروسس مثل ما قلت واحدة من الأشياء اللي فيها تعملها، يلي كتير أوقات هي أول عارض ببين للمريض، هو أوبتيك نيورايتس. أوبتيك نيورايتس هو التهاب بعصب العين. مش كل الناس اللي عندهم أوبتيك نيورايتس عندهم مالتيبل سكليروسس، بس كتير أوقات الناس اللي عندهم مالتيبل سكليروسس هيدا أول محل ببين فيه. أوكي. بيصير في التهاب بعصب العين اللي المريض بحسه هو أنه بيفقد النظر، بيجي هيك بيصير في التشخيص طبعا مالتيبل سكليروسس بكثير من الاحيان، وهذا اللي بيساعد انه يتعالج المرض قبل ما يصير في عوارض بالجسم مثل شلل او فقدان الحس. نعم، لكن هالمشكله بالنظر من اول العوارض اللي بيحس فيها بكثير من الاحيان المريض. صح، لما يكون في اتاك لهالاعصاب. صح، وهون بتبين. بس مش كل الامراض العوارض تبعها هالقد مباشره، هالقد بتبين يعني او بتاثر على العين بشكل خاص. مزبوط مزبوط. سو الامراض اللي اكثر شيء بنحكي عنها لها علاقه بالعين وبنشوف المريض بحس بعوارض من النظر هي باركنسون، اوكي، الزهايمر، مثل ما قلنا المالتيبل سكليروسس. في كثير من الاورام بالدماغ البرين تيومرز يلي كمان بيسببوا عوارض بالعيون. العوارض مش بالضروره تكون مثل ما انت قلت، مش ضروري تكون فقدان للنظر، مع انه هيدي وحده من الاسباب الشائعه، بس كمان فينا نشوف دبل فيجن، يعني المريض بيصير يشوف اثنين من كل شغلة عم بيطلع عليها. نعم. تاني شغلة فينا نشوفها هي فقدان بحقل البصر، يعني فجأة المريض بحس انه شقفة من حقل البصر هالميل او هالميل مثلا ما بقى عم يقشعها. هيدا بنشوفها كثير بالمرضى اللي بيصير في عندهم جلطات بالدماغ، هيدا بيكون العارض الوحيد فيه، يكون العارض الوحيد لجلطة اللي فيها تخلص له حياته اذا لقتها. خلينا نحكي شوي عن الحالات اللي حكيت عنها. اول شيء الباركنسون، باركنسون الناس بتحكي عن يعني العارض الاكثر شيء عام اللي هي الرشفة، رشفة الايدين مثلا. شو بيبين بفحص العين؟ بيأثر على الحركة تبع العيون. سو المرضى بيصير عندهم واحدة من القصص بتصير انه ما بعد فيهم يقروا مثلا، لانه العيون ما بيفوتوا لجوا كفاية، سو بيصير في عندهم صعوبة بالقراية، بيصيروا يقشعوا اثنين بس يقروا، سو ما بعد فيهم يقروا. اوكي. الشغلة الثانية بتبطأ كثير حركة العين، وإذا بنراقب المرضى اللي عندهم باركنسون بنشوف انه بس يطلعوا تيبرموا عينهم من محل الثاني كمان بتبطأ كثير الحركة. وكمان بنشوف كثير نشاف بالعيون بتصير بتزعج كثير المريض. وطبيب العيون لما حدا بيعمل فحص عيون يعني بيكون واعي لهالامور، بيشوفها بالغلط او بينبش عليها؟
يعني هي جزء من الفحص التقليدي الستاندرد؟ هو مش كل الفحص هو جزء من الفحص التقليدي، يعني إذا إجا مريض ما عنده ولا عارض ولا شيء ما رح ينفحص. مش هناك في شق بطب العيون، وفي أوقات هو بطب الدماغ كمان. نعم. اكزاكتلي. اختصاص سب سبيشالتي اسمه نيورو أفتالمولوجي، يلي هي بتعمل مثل وصلة بين العين والدماغ وكل شيء خاصه بالأعصاب تبع العين. أوكي. والدماغ. هو لي أكتر شيء الحكمة يلي بيشوفوا هالحالات بالذات، يلي بيقدروا يعملوا الفحوصات اللي عم تحكي عنهم، ما بنشوفهم بالregular checkups تبع العيون. ألزايمر كمان مرض عنده يعني عوارض عديدة، السبب هو يعني تفكك النيورونز عن بعضها، أو يعني الأرقام بتنزل كمان بالدماغ، ففي تأثير على كذا مكان بالجسم، نوصل حتى لغوي يعني بالتحرك باللغة بالتفكير إلى آخره. شو بيبين عوارض بفحص العين؟ غير زيادة عن القصص اللي حكيناها بالباركنسون يلي بيبطأ شوي حركة العين وهيك، منشوف بمرضى الألزايمر إنه بصير في عندهم مشكلة بالنظر يلي منا دغري العلاقة بالعين بحد ذاتها، مثل ما شفنا بالصورة إنه السنتر طبعا النظر هو بالدماغ من وراء. سو هيدا واحد من الأشياء اللي بيتأثروا كتير، فيهم يتأثروا كتير بمرضى الألزايمر. أكتشلي في مرضى الألزايمر ببلش عندهم بس فقدان حقل البصر، وهيك بيصير من بعد بيتطوروا. بيضيق بيروح شقفة منه. أوكي. يعني عادة يمين كله بيروح أو الشمال كله بيروح، مثل ما بيشبه. أوكي. شو منشوف بالناس اللي بيعملوا جلطات براسه. نعم. وقت نعرف أنه أكترية الأحاسيس يعني الدماغ كروست، يعني ميت الشمال بتحكم ميت اليمين، ففي يعني الجلطة وهالأمور هي بتبلش بمكان بالدماغ، يعني ميلة صح، مش بكل الدماغ، فهيدا شيء بيدل أو بيأثر أو بيخلي يكون في مثلا قلة نظر أو ضيق بالحقل بميلة معينة. يعني كيف هون بتترجم بالتشخيص؟ فكتير الوضع كتير بيشبه شو بيصير بالعيون، لأنه العصب اللي بيظهر من كل عين بيوصل لمحل بيكروس، سو بيقطعوا فوق العصب من اليمين وعنية الشمال. نعم. قسمة من الأعصاب الطالين من اليمين ومن الشمال بيقطعوا عتاني ميلة، مش كلهم. سو حيالا مرة بيصير في مشكلة بميلة من الدماغ، العينتين بيتأثروا. أوكي. الحقل البصري على الميلتين بيتأثر. أوكي. يعني مش مزبوط انه هي انه كل ميله منعزله عن الثانيه بشكل كلي، منعزله بس انه بنعرف باي شقفه بالدماغ، بس دائما اللي بيصير بالدماغ بياثر على العينتين بنفس الوقت. اوكي. على ضوء انه واحد يعني العيون بتفرجي وبيبين عوارض عليها، وعلما انه مع العمر واحد بيصير بيعمل فحص عيون، هل لازم نغير طريقه نظرتنا لفحص العيون؟ هل فحص عيون لازم يصير ضروري؟ هل فحص عيون لازم يصير روتيني ابتداء من عمر معين؟ وهل لازم يكون في وعي اكثر كمان لهالامور يتنبش عليها؟ اكيد. عاده نحن بنقول كل انسان بعد عمر الأربعين، هيدا عم نحسب انه قبل ما عنده ولا مشاكل، بس ابتداء من عمر الأربعين لازم ينعمل فحص مره كل سنه تنفتش على المشاكل يلي منسميها سايلنت، يعني ما عندها أي عوارض قبل ما يكون صار فات الأوان وصار كتير مأخر. نعم. وهون بدي بسأل أنه مثلا بحالة مرض الألزايمر لما يبلشوا العوارض وصلنا ل يعني تلف بركي 80% من خلايا الدماغ، يعني العوارض ما بتبين غير بحالات مأخر تقدم فيها المرض. صح. عادة بس الألزايمر مثل ما بنعرف هي شيء بيصير شوي أكتر مأخر مع العمر، ما ببلش على الأربعين. الفحص على الأربعين بيفرجينا غير الأمراض، بس أكيد من الأشياء اللي بتفيد كتير المرضى اللي عندهم مشاكل بالدماغ بفحص العين هو أنه فينا نساعدهم في شيء اسمه فيجن ريهاب، اللي هو إعادة تأهيل النظر بشكل أنه فينا أو نوسع الحقل البصري اللي عندهم إياه، أو نعطيهم عوينات كرمال نحسن كيف عم الأشياء اللي عم بيشوفوها، ونخليهم يتكلوا أكتر على اللي بعده موجود عندهم. نعم. من النظر اللي عندهم إياه. مش هيك فينا كتير نساعد هول المرضى إذا منقدر نشوفهم. كتير وقت بينصر حكيم العيون بهالحالة بهالحالة. صحيح. منه من الأولويات طالما عم نشوف أو طالما عم بيكون في كومبنساسيون معينة. مزبوط. بس المشكلة إنه المريض إذا ما عم يقشع منيح أوريدي عنده كتير مشاكل بمشيته بحركته كلها، إذا ما عم يقشع كفاية عم نعلي ريسك إنه يوقع، إنه يصير في عنا غير مشاكل نحن بالغنى عنا. نعم. سو فينا نكون عم نساعده أكتر إذا بيتشخصوا مشاكل العيون اللي لها علاقة بهيدي الأمراض على بكير. رح انتقل للاتصالات لأنه كمان في مشاهدين حابين يشاركوا ويطرحوا عليك أسئلة. أول اتصال. ألو. ألو. صباح الخير. معك مدام حاج.
اهلا وسهلا، تفضلي، شو السؤال؟ بدي اسال دكتورة اذا كان وحده عملت عمليه بصدره، هي صاحبتي كثير، قشط الرمش تبع عينها بعد فتره، له علاقه بالعمليه؟ من شو هيدا بيقشط؟ كيف؟ ليش بيقشط؟ شو القشط؟ الضغط؟ انا جفن؟ لا، اللي بيغطي العين، الرمش اللي بيغطي العين قشط بطل يطلع. في كتير أسباب فيها تصير من بعد عملية تتخلي الجفن يقشط، فيها تكون العلاقة دغري بالجفن بحد ذاته، فيها تكون العلاقة بشي صار بالدماغ أو بحيالة محل من الدماغ للرقبة، لأنه يعني في أعصاب اللي بيطلعوا على الجفن بيقطعوا من الدماغ على الرقبة بيرجعوا بيطلعوا على العين، يعني فيهم تكون تأثروا بالعملية، سو فيها تكون من العملية، فيها تكون جلطة، فيها تكون، في كتير أسباب فيها عوامل عديدة. الشيء صح. اوكي، اذا في غير اسئله حول موضوع العين بالدقائق القليله بقيتنا فيكم تتصلوا فينا طبعا وتطرحوا علينا هالاسئله. دكتور اما صداء راح اخذ الاتصال الثاني. الو، صباح الخير. الو، تفضلي مدام. الو، مصور. اهلا، معك مدام سعيد. نعم. ليك حبيبي، انا عمري 60 سنه. نعم. عملت وقتها جلطة براسي، جلطة خفيفة عملتها، يعني هيك حسيت بالتنمل وارتخى بالعين وفت مستشفى وكتر خير الله اجت خفيفة. نعم. وسألت الدكتور وقتها انه من شو هالجلطة مثلا تصير الانسان وهيك، قال لي بيكون في عرق ما عم بيمشي، يعني مش عم يدخ الدم او شيء يعني هيك. بقى هلا انا عيني وخصمت شمال بقشع فيها مثل ما قلت الدكتوره، انه بقشع شغلي مرتين يعني لحد اليوم. تقشعي مرتين يعني بتقشعي دوبل؟ اي، انه صار عندي مثل ميوب يعني او هيك شيء بحس. أوكي. بعد ما رحت عند دكتور عينين. أوكي. بس هلا بما انه عم بحضركم وقالت لي الدكتوره انه هيك هيك هيك، فصرت لي حالي يعني نزلت كانه انا يعني شايفه شيء. اوكي، حسيت بقى حالك. في زوم دكتوره بس اسالها انه لازم روح واعمل فحص عيني واعرف ما انت هل لها علاقه بالجلطه يعني هال. شكرا، وصلت الفكره. شكرا لاتصالك. هلا عتلت هم لانه سمعتك والعوارض نفسها، بس ما انت قلت انه اذا ما عم تقشعوا منيح لما تعرضوا حالكم للخطر الوقعه او صح، اكيد لازم تشوفي حكيم عيون، هيدا اول شغله، وبريفيربلي يكون حكيم له علاقه بالنيورو افثالمولوجيست، يعني خصه بالدماغ والعيون بنفس الوقت. اوكي، الحاله اللي عندها اياها فينا اول شيء بدنا نشوف اذا بس مشكله دبل فيجن اللي هي عم تحكي عنه انه بتشوف اثنين من كل شغله، وثاني شغله بدنا نشوف اذا من بعد الجلطه في مناطق بالدماغ مأثره على الحقل البصري مثل ما حكينا، لانه الخطر بهول بيصير يعني اذا انت ما عم تقشع مثلا انت وسايق ما رح تقشع سياره جايه عليك من هيدا الميله، سو هيدا الاشياء اللي بنخاف منها. وفي علاجات، يعني حرام واحد يترك حاله عم بيشوف اثنين كل الوقت، اذا في علاج. شو العلاجات؟ هل هي فقط بالنظر؟ ما هي فقط نظرات او في ادويه او فتنا دغري عمليه تحسين او تظبيط او في كذا شغله فينا نعملهم. اول شغله في عوينات بنحط بقلب العوينات ازازه خصوصي بنسميها بريزم، فيها تساعد انه نشيل الدبل فيجن اللي عم تحكي عنه هو واحد عم بيطلع جالس. وغير اشياء في مثل في عمليات فيها تنعمل كرمال نزيح العين، تصير عمليه على العضله تبع العين كرمال نحرك العين تصير العين ما بقى تقشع دبل. فاكيد في حلول علاجات ما في نترك علاجات، وفي كتير فحوصات فينا عنا نستعملها بالكلينيك هين كتير تنعمل كرمال نتابع هول الأمراض. فينا نتابعهم كرمال نتابع إذا عم بيتغيروا أو لا، ونتابع إذا العلاج كافي اللي عم بيعملوه كان للمالتيبل سكليروسيس أو للألزايمر أو لكل. هلأ بهالفترة مش من البرايوريتي الناس تروح تفحص عيونها، بس بذات الوقت الأمراض اللي عم نحكي عنها والسترس بيبين بالعيون. في حدا اتصل ما أخذناه على الهواء سأل أنه ليش مرات بيوعى في عين قشطة أكتر من الثانية، يعني شو جوابك على هيك ملاحظة؟ كمان في كتير أسباب لهيدا الشيء. السترس فيه يعمل كل شيء، بس ما فينا نقول سترس هو سبب لولا حالة قبل ما نتأكد أنه منها أشياء تانية exactly. اللي هي فيها تكون أشياء أخطر. في كتير أشياء فيها تأدي أنه يكون فيه جفن قاشط، في يكون لها علاقة بعصب العين، في يكون لها علاقة بالعضلة تبع العين، في يكون لها عدة أسباب، بقى لازم ينعمل فحص بهالحالات. أكيد بهيدا الفترة يعني القصيرة إذا عم نحكي عن كورونا فيروس وكل هول، إذا الناس بدهم يتفادوا المستشفيات والكلينكس وكل شيء ويدلوا بالبيت،
تقطع هالحالة أكيد نحن ما بدنا يكون تجوا على العيادات ولا تعرضوا حالكم نعم. لأنه تلقتوا الانفكشن بس ما نترك هالأمور هيدي حالة نعم. مؤقتة يعني ما رح نضلنا فيها لوقت كتير طويل. عنا بعد وقت لنكمل أسئلة مع دكتور أما صداقة واتصالات أو وقتنا خلص عم بجرب استفهم في عنا بعد شوية وقت. دكتور أما صداقة شو كمان الأمور يلي لازم ننتبه لها؟ حكينا عن أمراض خطيرة يعني صح. حكينا عن الام اس يلي هو مرض مزمن، حكينا عن الزهايمر وباركنسون كلهم امراض مزمنين، امراض بتنقز بحال الزهايمر والباركنسون هول اشياء ما لها فعلا تريتمنت وبتبقى للعمر. هلا لهم شوي تريتمنت، مش ما في تريتمنت للالزهايمر وباركنسون هيك، بالعكس في تريتمنت تيبطئوا المرض وكمان يحسنوا العوارض تبع المريض. هيدا في عايزين النيورولوجيست اللي هو حكيم الاعصاب والدماغ مع حكيم العيون بالتنسيق مع بعضهم، اكيد في غير اشياء كمان كرمال نساعد هول المرضى. في غير حالات غير عن الاشياء اللي هلا حكينا عنها مثل الاورام اللي بتصير بالدماغ وأوجاع الراس يلي كلهم هول، في دايما الناس بيجوا على العيادة عم بيقولوا عم جعني راسي بدي أتأكد مش من عيوني. الأوجاع الراس فيكون العلاقة بالعيون، فيكون العلاقة بالآي سترين يلي هو نستعمل عيوننا كتير على القريب فيها تؤدي لأوجاع راس، وفي أورام بالدماغ فيها العوارض تبعها تكون بس غباشة بالنظر مع وجع راس، وفي هيك منشخص الورم كتير أوقات من خلال فحص العين. هل شو أثر الانفلونزا وهالفلوز وهالامراض على العيون؟ مرات بتشوفي حدا مثلا عيونه حمر دغري بتنطي على كونكلوجن انه في شيء، او ممكن يكون بس تعب من ورا فيلم، ممكن يكون رشح سخيف، ممكن يكون الفرق بين اكيد الفيروسز الموجودين انكلودينج كورونا فيروس الانفلونزا كل هول فيهم يعملوا بنسميها بينك اي او كونجنكتيفايتس اللي هي بتحمر العين وبيصير فيه بتدمع بتحرق شوي المريض. وهلا مع كل عم بيجي كثير ناس عتلانين هم هيدا الشيء يلي ديفينتلي فيها تكون من وراء الانفكشنز يلي موجودين، بس ما بدنا نعتل هم كل ما نشوف حدا من عينه حمراء انه عنده كورونا فيروس او شيء هيك، فيها تكون من حيلا شيء حيلا نوع فيروس بنشوفها كثير بالولاد يعني محمرين عيونهم هالفتره من بعد ما يرشحوا. هيدا إلها علاقة بالفيروس. الفرق بينه وبين إذا بس عيونه واحد تعبانين هو العوارض المريض بحس فيها، يعني إذا السبب هو فيروس رح يكون عم بيدمعه، رح يكون في عم بيطلع مثل إشياء من العين بالتعب، بس بتحس إنه العين منشفة محمرة بس تنام ترتاح بيمشي الحال. اليوم وضحنا للمشاهدين إنه العصف اللي نحكى فيها التنين واللي تسمى يعني هذا كان اسمه الغير علمي منا أكتر من يعني تغير شوي بالمناخ، بيجوز يكون في شوية اضطراب بالهواء ولكن ما في عواصف ورياح على يعني ماكسيمم نوصل لستين كيلومتر بالساعة، مش عم نحكي عن 110 يلي يعني خفنا منهم لما حضرناهم على السوشيال ميديا. في بس هيك إرشادات بظروف عاصفة، ما بدي أقول عاصفة يعني تغير مناخي وهواء رملة، بس هيك مثل بركة ملاحظة صغيرة. أكيد أكيد أحسن إنه ما نكون برا إذا الهواء قوي وفي رمل لما يفوت بعيوننا وكرمال ما نتنشأه كمان لأنه بيزعج من كل النواحي. إذا مضطرين نكون برا عوينات شمس أحسن يكونوا مسكرين من كل الميلات، بس حيلا شيء بيعمل بلوك للرمل اللي معقول يجي بعيوننا، وأكيد الكمامة إذا واحد ظاهر وهالقد رح تكون العاصفة قوية، بس إذا ما رح تكون هالقد قوية هلا صاروا هولي ستاندرد يونيفورم هول صاروا ستاندر لسوء الحظ. دكتور أما صداقة شكرا لهالمقابلة والحديث حول تشخيص بعض الأمراض الدماغية من وراء فحص العين. نحن رح ناخذ وقفة ومنكمل حلقة اللايف سوا، تابعونا.